ثم قال ابن الأثير: وكان جنكيز خان قد سار إلى تركستان فملك كاشغار وبلاساغون وجميع تلك البلدان وأزال عنها التتر الأولى، فلم يظهر لهم خبر ولا بقي لهم، بل بادوا كما أصاب الخطأ. والتتر الأولى أي جماعة كشري قد أبادهم جنكيز خان وصار هو القائد الأعلى وملك البلاد. يقول: وأزال عنها التتر الأولى فلم يظهر لهم خبر ولا بقي لهم، بل بادوا كما أصاب الخطأ. وأرسل الرسالة المذكورة إلى خوارزم شاه، فلما سمعها خوارزم شاه أمر بقتل رسوله فقتل. لاحظ أي جريمة هذه في قتل الرسل، يعني فعلوا من القبائح ما يخجل منه القبح، ما يخجل منه الإجرام، ما يخجل منه الفساد وأفسد الفساد. لا يوجد أخلاق كما الآن، لا يوجد أخلاق، لا يوجد رحمة، لا يوجد إنسانية عند الدواعش المارقة. هذا هو نهج ابن تيمية، هذه هي تربية ابن تيمية، هذه هي تربية منهج ابن تيمية. هنا خطر منهج ابن تيمية، منهج تربوي لا أخلاقي إجرامي إرهابي قاتل يقتل الرسول. يقول: وأرسل الرسالة المذكورة إلى خوارزم شاه، فلما سمعها خوارزم شاه أمر بقتل رسوله فقتل، وأمر بحلق لحى الجماعة الذين كانوا معه، وأعادهم إلى صاحبهم جنكيز خان يخبرونه بما فعل بالرسول، ويقولون له إن خوارزم شاه يقول لك: أنا سائر إليك ولو أنك في آخر الدنيا حتى أنتقم وأفعل بك كما فعلت بأصحابك. استفهام: هل يوجد دين أو عرف اجتماعي أو تقليد إنساني يجيز قتل الرسول والتمثيل والتنكيل به؟ لا يوجد أبدا إلا في دين ابن تيمية وأخلاقياته ومنهجه السقيم، وكما يفعل أتباعه ومقلدته الدواعش المارقة الآن. يكمل ابن الأثير: وتجهز خوارزم شاه وسار بعد الرسول مبادرا ليسبق خبره ويكبسهم، يعني يسرع حتى يسبق الخبر، يبادر قبل أن يصل الخبر إلى جنكيز خان يكون خوارزم عنده وفي بلاده وقد هجم عليه وفتك به. وتجهز خوارزم شاه وسار بعد الرسول مبادرا ليسبق خبره ويكبسهم، فأدمن السير فمضى وقطع مسيرة 4 أشهر، فوصل إلى بيوتهم فلم يرى فيها إلا النساء والصبيان والأثقال، فأوقع بهم وغنم الجميع وسب النساء والذرية. لاحظ، إذن يعلم بانشغال جنكيز خان بحرب بقتال مع آخرين، فماذا فعل؟ هجم على النساء والأطفال، هجم على المدن، قصف المدن، فجر بالمدن، أباد المدن، أباد الناس الآمنة، النساء الأطفال. تعليق: لقد علم خوارزم بانشغالهم بمعارك كبيرة خارج بلادهم وبعيدا عن بلادهم وعوائلهم، فاستغل ذلك فهجم على الأبرياء من النساء والأطفال والمدنيين ودمرهم ودمر مدنهم. فهل هذا من سنة ومنهج وسلوك رسولنا الكريم وآل بيته الطاهرين وخلفائه وأصحابه الصالحين عليهم الصلاة والسلام أجمعين؟ إنه فعل الجبناء الغادرين عديمي الأخلاق والدين، فهذا ليس من الإسلام والدين ولا من أخلاق الآدميين. فحتى عند أجرم المجرمين والطغاة والمستكبرين يوجد أخلاقيات للمعركة، لكنها مفقودة تماما عند القادة الذين يشرع لهم ابن تيمية وأئمة ابن تيمية، الذين يشرع لهم ابن تيمية وأئمة ابن تيمية إجرامهم وسوء خلقهم. فليس بغريب، فابن تيمية يعتبر أطفال الكفار كفارا مثلهم، فيجيز قتلهم إن وقعوا في أيدي المسلمين
والله العالم كم قتلوا من الأطفال بسبب هذه الفتوى الإرهابية القاتلة وأمثالها، وما تفجير المارقة أنفسهم في الأسواق والمدارس ووسائط النقل والتجمعات وقتل الأطفال وغيرهم فيها، إلا من تطبيقات فتاوى ابن تيمية الإرهابية القاتلة. فماذا تتوقع من مجرم مثل جنكيز خان وقادة المغول عندما يحصل له ولأهله ما حصل من خوارزم والمسلمين وباسم الإسلام والدين؟